اليوم عم نشارك بهالورشة عدد من الفنانين، هن 8 فنانين وضيف شرف من بلجيكا. اليوم عم نحاول نعمل شيء جديد هون بالقامشلي، بما انه الاجواء الفنية هون صايرة شوي صعبة، عم نحاول نعمل شيء جديد هون بالقامشلي، وعم نحاول كمان نرسم عدد كبير من اللوحات اللي هن عددهم 15 لوحة من خلال هالمعرض اللي راح يصير بعد الورشة. شاركت هاي التظاهرة التشكيلية لمدينة قامشلي في ورش مجموعة من الفنانين الأكاديميين والهواة، نشاط فني اجتماعي أقامت مؤسسة كردية اللي اسمها هركي. سعيدين والشباب عم يشتغلوا مواضيع. أنا حاولت شارك بهاللوحة اللي اسمها فاطمة صالح أغا، أحد القصص العشق الكلاسيكية عند الكرد. والفن بشكل عام وسيلة إنه يعني كتهدئة نفسية كمان وكإشباع روحي، بس المشكلة هون يعني لها مواد أحيانا لا تتوفر، مواد من الخارج، أحيانا بيكون الأزمات اقتصادية ويعني تخلي واحد يلتهي بشغل بأشغال ثانية يعني يؤثر على المردود.